لا وروتير قضية الجمع، لو جيك واحد يسأل يقول لي يعني الحين الحصان إذا جاب يقبص أو جاب يغير سرعته وحصان طبعه يفضي علي إني أجمع، وش يضر لو جمعت أكثر في العسيف؟ أي عسيف، وش يضر لو جمعت أكثر؟ الحين يعني من يوم أصلا تجمع بالضبط في عسيف يوقف أصلا أوتوماتيك إذا كان شغلك مظبوط. ما هي الموضوع الفعل، تقدر تجيب الصح عن طريق انك تفعل فعل معين. صح، ابغى ارد الحصان عن القبصه، ابغى ارد الحصان عن التجميع، ابغى ارد الحصان عن طريق اني افعل فعل قبل ما يفعل هو الفعل. يعني اتخذ عليك القشه بالطرق الصحيحه قصدي. بس المشكله انه يكون مخين غلط محسوب حصان خاص يدير مسويه، يصير خلاص شغله هو فعل صحيح والحصان يعطيك رده فعل صحيح. مشكلة العسيف لما تركبه انه ما يحتريك تفعل ثم يعطيك ردة فعل، هو اصلا بيفعل ويحتري ردة فعل. معناتها من نهاية ما قلت لك انا ماخذ كلام اللي يعني الخيل تفرق شو ردة فعل، في النهاية اصلا حتى فعله هو ردة فعل اللي فعله اللي بيتركه وانك دخل عليه بدو وانك تبغى تعسفه. في النهاية شغله ردة فعل مقارنة بالخيل الاخرى يعني ما يحتريك.
يعطيك هذا التشريع، لا هو يبدا، هو عندك اولويه يبدا الخطوه الاولى. فاذا كانت رده فعلك صحيحه غير ان فعلك صحيح، مع الخيل مدربه صحيحه فعلك صحيح، فعلك رده فعل صحيح انتهى. العسيف هو اصلا بيفعل فعل معين، لما تعطيه رده فعل خاطئه ثم تقرر انك تفعل فعل صحيح، قبل ما تفعل فعل صحيح لما رده فعل خاطئه حاسك. فلما يخلص ولما يشنع يعني الدعوه انك ترد التشنيع او القمصه قبل او بعد ما تصير، الدعوه انها فعل مي برده فعل، هو ما شنع كرده فعل، هو شنع او قمص او لعب كفعل، ومفترض ان رده فعلك هي اللي واكبتك. فلما تقول برد عقب ما يقمص او برد قبل ما يقمص، دي يقمص بيعوسك، لكن لما يعرف انه تفضل يقمص تفضل يشنع لكني معك كرده فعل، يحس لو طحت انطح ولو توازنك توازنه هو يصير يحس انه ما منع من القمص، ما منع من الانطلاق، ما منع من التشنيع، هو اختار انه ما يشنع، هو اختار انه ما يقمص، هو اختار انه ما ينطلق. ليش يا حصان؟ اني لو انطلقت الخبل اللي فوق ده بيطيح، انطاح يمكن اطيح انا واختل توازني فيخاف. بينما في الطرق الاخرى حتى الصحيحه لا شك انه اعطاك اللي تبغاه، بس اعطاك اللي تبغاه منك انت، انت غصب. يا غصب سلبي فيكسرك يحوس لك، ولا غصب ايجابي يسلك لك يمشي معك مضبوط، بس جوك جد حسك. ففي فرق بين اني اردك رده فعل وكفعل. كان قمص كفعل مفترض رده فعلي هي ترد القمص، مو بفعلي. وبخليه يقمص ويحوسني ثم احاول ارده، ولا احاول ارد قمصه قبل ما تصير. ردها اثناء ما هي حاصله، كيف؟ عن طريق رده فعل صحيحه. وش يجيب رده الفعل الصحيحه؟ ابغى تسير مو المخ، الاعصاب. لو عرف جسمك انك ما سويت الصح بتطيح، جسمك يسوي الصح غصب عنك. من الفكره؟ لما اركب عسيف يحاول يقمص وتركب بدون سد ادوات، اي خطا طيح. لما تركب حصان عادي ويقمص وتشعب بسيرج كنبه حاطه وتدعي له سيرج سلك لعمرك يستمر. طيب ابو الوتير، جمع الاكثر ما يخرج ما يخلي الركوب يخرج عن نطاق المواكبه، اسم المواكبه جمع اكثر او جمع اقل معناتها انه فعل ما رده فعل. اي يعني خرج من نطاق المواكبه، من جمع اكثر او جمع اقل شنع في حصانه او قمص هنا ما يعتبر مواكبه. مواكبه ما انواع، المواكبه نوع واحد، والتحيير نوع واحد، والتحيير نوع واحد. طيب كيف يحسبون فيها؟ كلمه عربيه معروفه. قصد انك تكون مع، كيف اكون مع وانا قدامه؟ كيف اكون مع وانا وراه؟ من بوراه مره، من بقدامه مره، طيب بس تبقى متن بعد. ايه. لما تقول انا قاعد امشي جنب شخص وسيارته ولا سيارته، تمشي جنبه، طيب جنبه بس متن مع بالسياره. ايه. بينك وبينه كيلو او بينك وبينه مترين ما تفرق، متن مع بالسياره. انت برا السياره مترين، غيرك برا السياره كيلو، كلكم برا. المواكبه ما تجي في مخه، المواكبه تجي في الاعصاب. ما في احد يسوي مواكبه الا في الركوب الطبيعي، حتى الركوب الصحيح الاخر ليس مواكبه. صحيح. فراغ، لكن كيف يكون مواكبه وانت تقول للحصان سو ما تفعل ما تريد، متى ما تريد بدون فراغ معين؟ عشان كذا تطلع فضايح لما يركب عسيف. يعني ابو الوتير اذا فضل حصان، وخلنا نفرض انه فضل برقم معين، مثلا فضل خمسه مثلا. لا شعوريا تجمع قد ما طلع. اي. جمعت زياده هذه اسمه. اي يعني ان جمعت لابد في حاله التخيير والتحرير والمواكبه اني اجمع خمسه. لو جمعت سته كانما قلت للحصان. شعوريا اجمع قد ما طلع. اي لو. هو شيء شكلي، هو دعوة انك مثلا فرضا فعلي مليان او بخلي اعلان اقول هذا اليسار اللي تبي اليمين تبي سيده؟ يعني قصدي مين بالدعوة شكل، لو كان الشكل فقط الاعلان مليان او فقط شكل الاعلان مرتخي مثلا شخص تريساج او طريقة اسبان او طريقة امريكية اعلان مرتخي يجيب جوكي اعلان مليان، اي واحد احسن؟ لا شك ان امريكي اعلان شكليا ولا هو انك ترخي الاعلان شكليا، الدعوة احساس تحس ما له علاقه باللي قاعد ينظرك، له علاقه بك انت. انت تحس انك مع فم الحصان، ما تحس ان فم الحصان سابق ولا تحس ان فم الحصان وراك. الطرق الصحيحه الاخرى كلها لا شك في وزن، بس ان الحصان بحدود فراغ معين انت حاطه له. انت حاط الحصان في بدوك او باكت ولا تطلع عليه. عشان كذا لما تركب عسيف شنو بدوك وباكت؟ حط لي بدوك وباكت عسيف على كيفك. تحاول تقنعه انه ينقعد بدوك ثم توزن. عشان كذا الطريقه كلها تغير لما يعسف. الطريقه كلها تغير لما يتعامل حصان طبيعي، الطريقه كلها تغير لما يركب حصان يعني، لكن طريقتك ما تتغير لما تركب حصان جديد وعسيف وحصان ما في وس معناتها ما اصح. طبعا كون حصان تغير طبيعي ما دخل فيه، انا ما جاء اطلب من حصان ذا يعطيني اعطاني اياه حصان ذاك، هذا يقوس ذاك ما يقوس ذاك خفيف ذاك ثقيل هذا حار ذا بارد ذاك كل شيء ما له دخل، بس الزبده طريقتي ما تغير. انا اقول هذا وذاك 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 افعل ما تشاء متى ما تشاء وانا معك. الطرق الصحيحة الأخرى تقول افعل ما تشاء متى ما تشاء في حدود ما نشاء. الطرق الخاطئة تكب العنان وتوقف حصان شد العنان، يعني منطقيا شكل فوق حصان حمار لها لن تورق. طيب ابو الوتير، هل من الجمع الاقل او الاكثر، معليش انا بكثر على ذا النقطه،
اذا جمعت حصان فضه خمسه مثلا، جمعت سته او جمعت او او اربعه، تدخل ضمن نطاق اني قلت له لا؟ كاني قلت له لا تدخل، خليك سته لا تصير خمسه. عدم المواكبه، عدم المواكبه كلها. لا بالضبط، كانك تقول صار في وسط بلده معين، اختار انه يقعد في زاويه معينه بك، صكيتها عليه، قمت ضيقت عليه كل مساحه ذاك. صح انه هو اختار، قمت ضيقت عليه، ضيقت عليه زياده مشكله، وان ضيقت عليه اقل مشكله. ويبغى مكان معين، ما يستاهل بدوك. عندك بدوك مثلا برضه مو بلمها اول يوم بس صوتي. يعني يفرض ان بدوك معين ما يستعمل محل ابدا، تخيل ما يجي ابدا بيروح خلاص، ما كانت تعتبر منطقه ميته. يعني انت تحاول تشيل، ان شلت زياده واخذت منه منطقته بيتضايق، ليش تاخذ مني؟ وان خليت شيء ما ياخذه برضه بيتضايق، ليش مخليك؟ فهمت قصدي؟ يطالبك الحصان انك اقل شيء اللي اتفقنا عليه، يعني اعطي بدوكي. اي يعني الشيء اللي ما ابغاه المنطقه الميته شيلها ما ابغاه يا اخوي، ضيقه وقت ضيقه علي وعليك. والمنطقه اللي انا استخدمها اخذت منها اشعه، اخذت منها اشعه ما استفدنا شيء، وان بقيت شيء ما استفدنا شيء. ابغاك بالضبط غرفتي رجي رد البيت كله مره، هات لا تلمس غرفتي. هديت البيت كله ما مسرتش صح، لكن هديت البيت وهديت غرفتي خطا، حتى ما سكرت باب، او انك مثلا خليت غرفتي وخليت اشياء اجزاء حولها ما سويت، ما سويت اللي ابغاه. هو بالنهايه مو هذا اللي يبغاه، هو بالنهايه هو اللي يبغاه اللي ينزل ممكن يشابك وخلني بالبر لحالي. هذه تبغى الخيل، اقول لك انك انت كبشر حاول تصيد الخيل مثلها وتسوي شيء معين هي ما تبغاه، مين مستعد له؟ فاي واحد اقرب لطبيعه الخيل، الشخص اللي يستعمل القوه ودقه خشمه الخيل فاتت عليه، ولا الشخص اللي يبغى الخيل تكون اقرب لطبيعته، ولا الشخص اللي يحط طريقه معينه تواكب بين طريقته وطريقه الحصان. قلنا لك الحصان على طبيعته بحاله ما يمكن تسوي شيء زي، لانه هو يقول اصلا وزن زايد. لو لقينا شخص جرانديزر يقدر يطلع فوق الحصان وما يستعمل اي اشارات، فقط يقعد فوق ظهر الحصان بدون ما يثبت نفسه عن طريق استعمال الجسم او اليد او السرج او الادوات او، بس يقعد فوق الحصان ما يطيح دوبرمان، الحصان يقول ازعل عني وزن زايد. ما فتح حصان، مو بس ما فتح نفسك، ما فتح حصان حتى اصلا اضطريت ما استفدنا شيء. لكن لما اجي اقول له برضه استعمل القوه يدق خشمي بطرق خاطئه ما استفدنا شيء. الطرق الصحيحه الاخرى صحيحه، بس لما اقول له افعل اشياء معينه باقرب لطبيعتي في حدود، حط حدود باقرب لطبيعتي صح، خليه يكسر راسك لما يجوك سلك. لما اقول اسمع انا ما اقبل بطبيعتك كانسان وانت ما تقبل بطبيعتي كحصان، طب خلينا نحاول نجيب شيء بين وبين، نجيب حل وسط، انا اقبل فيه وانت تقبل، موافق؟ لا شعوريا طبعا بيوافق، لان هذا اقرب شيء يقدر يحصل عليه، اقرب شيء لطبيعتك انك تسوي شيء بيني وبينك. بالعكس انا هنا انا متنازل اكثر، لان اقرب طبعا بالنهايه النتيجه اللي حصلت فعلا هنا اللعبه، النتيجه اللي حصلت عليها انا هي ان اقرب لطبيعتي اللي ابغى له هو التحكم التام. بس انا جبت التحكم التام عن طريق اني اعطيه ما يريد، الطرق الاخرى تحاول تجيب التحكم التام عن طريق انهم يفعلون ما يريدون فيفشلون، يصير اقرب للي يبغاه. انا وياك نبغى نتحكم، انا تحكمت عن طريق التحليل، انت فشلت في التحكم لانك حاولت تتحكم، لكن البدايه يعني انا وياك نتحكم. لا تسلف من عمرك تدعي انك ما كنت تبغى تتحكم، ان كنت تقول انك ما كنت تبغى تتحكم اثبت تحكم الان ثم بعد كذا تحكم. لا توافق طيب ابو الوتير. سؤال بعد ثاني الحين، بعض الطرق الاخرى تحاول تفرض على الحصان عدم فعل حركه معينه، مثلا التشنيع، مثلا تحاول طبعا انها تفرض عنه انه ما يشنع، فيقوم الحصان يختار انه يفعل فعل ثاني، اما انه ينطلق في حدود فراغ معين او يسوي حركه معينه في حدود فراغه. عدم تحريك، عدم جعل الحصان يشنع او قلت لا فرغها بشكل اخر، هذه مين برضو تخليه يخرج عن نطاق اسم المواكبه؟ الحصان بيشنع اي مجرد ان الشيء يكون في غايه من الوسيله بعد المواكبه. المواكبه هم معناتها اني انا وياك نرغي بعض، هم معناتها اني انا وياك مبسوطين بالطلعه، هم معناتها اني انا وياك متفقين. لما الحصان يبغى يشنع وتقول له لا تشنع ويسوي خيار اخر كانك عوضت، توافق
تشنع بس وكذا، لا تشنع بس وكذا. هذا اللي يخلي يلوي يدك اصلا وحوسك منطقيا. اذا خاف الحصان منك او ركبته تروع، هذا اللي يخليه يحوسك اذا خاف، او اذا خبطك اذا خاف. لو زلت حصان وزن حقيقي مفترض انه يطلع من الصح الى شيء اصح، مو الى شيء خطا. ايه سلام هاني الحي. كيف الحال؟ طيب؟ كيف الخير؟ هذا خشم. هذا خشم. خشمت من أمه طبعا، من أمه. شوف الفرق، ذاك عربتي وهذا. كيف الحال؟ كيف الخير؟ هاي ركوبة ها؟ كيف الحال؟ كيف الدوام أبو تج؟ أبو تج؟ كيف الدوام؟ لا والله ما اعرف. احسن ذول. الصمد حق ابو مشعل. الاول ايوه هو صمد مستحي. وعناد. هيمين ابو. ليش الموضوع؟ ها؟ اسلم كنت تتكلم عن ها تبعنا هذا ابو عمر زين قصدي انك لما تحلل المشكله موضوع انك اخذ بيتك ايش بيت اكتب اسمع عوضك اي انت منطقين عوضتني حتى تصير اعلى احلى بس هيك ما عجبني بس اكتب لي اصبعك اي الحين بيتك ماخذ اصبعك بعطيكم اعلى من السعر ولا تسعر بس باخذ انت ما تزعل على موضوع المبلغ انت تبغى اكثر منه بس انت زعلان على فكره كيف خذ طريقه تاخذ ممكن يجيك واحد ثاني ياخذ منك انت بايعه بسعر اقل بس عادي انت بايع عند الحصان طبعا دي مره على الزياده الوزن وزن الحصان مو بانك تقنع الحصان عن طريق انك تعوضه بشيء اخر خذ هذه وعطني هذه خذ هذه بعد شيء بياخذ الثاني زيد يعني مثلا تفرح هنا تشوف الفرس الان لو انك انا معوضه شيء عن شيء ورا ما يوقف لها صح ورا ما يشنع لها ورا ما يقمص لها تخيل اني كنت اركب الحصان واكبه وهذا وكذا معوض تعويض خلي الخطا ذا وسوي الخطا ذا خلي الخطا ذاك وسوي الخطا ذا في حالتي هذا ايش بيسوي؟ يرجع الخطا الاول انا اخذ منه يعني شيء ثاني افرض انه كان يشنع وقلت له تشنع بس اقمص مستمر يقمص فالحاله هذه ما راح يقمص الفرس وراه يشنع صح يرجع لانه غصب عنك عوضت ويقول لك انت خوك كذا عقب ما لويت يدي غصب عنك ربي حقي لكن لما اقول اسمع هذا بيتي تبيه ما تبيك تبي تبيعه بس تبي هو باع لي كيف يضل صح هو اختار الفكره ان حصان هو ما اختار يشنع لانه حس انه لو شنع انا اختل توازني اللي بيصير ضرر له هو ضرر لي انا ممكن يطيح هو ممكن يختل توازني هو وبالنهايه لن ينطق يعني انا هدفي اني انطق حاولتك الانطلاق خلت تشنع طب ودي المكان اللي شنع فاول شيء ما حليت المشكله انك فاديتها ثاني شيء طلعت المحصان مشكله اخرى كيف تكون موافق يعني هذا ما يمكن تخالف على شيء متفق عليه في نقاط نختلف عليها انا كعيت ترى كعاتك احسن انا وقفت انت وقفت ترى وقفتك احسن انا انطلقت انت انطلقت ترى انطلقتك احسن انا حصاني عربي حصانك عربي ترى حصانك اسر هذه نختلف عليه بس كيف نختلف على شيء متفق عليه لغويا يعني حتى لغوي وصل نحن لغوية معروف شو كيف أكون أراكب وأكون تكليف الدعوة أنك تسمع شخص يقول كلمة معينة وتحاول تأخذها وتطبقها عشان تعيش سبحان الله بالضبط ممكن تمصر أنك فقط تطبق تدعي كلام معين بدون ما تطبق هذا فأنا اخترع لك كلمات عندك طيب ابو روتين انت مع انك قلتها في كلامك للحين سبقتني هو ناوي السؤال جديد بس بساله من جديد عشان لا احد يجي يقول ما سئل السؤال او ما قد سمعناه الطرق الاخرى الصحيحه
اللي ما يختلف فيها احد انها صحيحه. زين، هل تعدل طباع الخيل؟ يعتمد على ايش قصدك تعدل طباع الخيل؟ يعني حصان فيه طبع تشنيع، يعني مقارنه بالخطا نعم تعدل، بس هل راح الطبع؟ اي، ان حصان في فرضه كان يشنع طبع تشنيع او طبع قمص او طبع اختلاق. ركب الشخص خيال لا نقاش فيها، مقارنه بالخطا ما في كامل الطبع راح، لان وزن الحصان ما يسوي له فعاليات ما يحاول يسوي لهم التبرمض. ممتاز. لكن هل انضبط مقارنه بالواقع؟ نضبط. لان منطقيا مجرد انه يجي الاستفزاز الحقيقي يخليك، وتفسيرها سهل، مو فقط كلام، تفسيرها سهل. هو يقول لك انا اقول ان الصاد يفعل ما تشاء، متى ما تشاء في حدود ما اشاء. ضبطت الطبع مقارنة براعي الطبع، لكن واقعيا ما ضبط الطبع. يعني طبع يعني لو باختصار صار يشني عند الفراس او يشني عند الحصن. لو قبل شوي شفت الفرس زي كذا شفت الفرس يشني شيء موزون ما تكلم يشني يعني في خطا. انا ما قلت شيء، انا قلت لك اذا صح تشنيع قامص انطلاق، طبعا انطلاق حاجه ثانيه تقول تفلت ابو يسرق قبا ما ادري قبا مو صح ولا خطا. سواه بحدود العنان صح، سواه برا العنان خطأ. كل ما صار يسوي بحدود العنان اكثر كل ما صار موجود. لما انا وياك نجي صار في طبع تشنيع، واللي يركب خطا شنع معه سلبيا وطيعه، اللي يركب صح بطريقه اخرى شنع معه راح الفرس بس موجود شعبط بالسج ثم وزن. اللي يركب الكوب الصح صار محل صهل ارهم سلف كره واستمر ماشي قدام ايها صح. انا ناقش المنطق صانع شيء صار خلف الفرس تقام وقف عليه وتم وكاله النصر ما وقف ما لف لا يسار ما راح يمين ما شنع ما انطلق قدام ما قمص قدام قاعد يمشي ارهم سلف كره قمص واستمر. هذا صح ولا صح اللي شنع وراح له ثم وزنته، ولا صح اللي شنع وطيحك وانطلق؟ فلما تقول ضبط الطبع ولا ما ضبط الطبع فيها ظلم. لو قلت ما ضبط الطبع لانه منطقيا ضبط مقارنه بالخطا وزنه وحسن، لكن واقعيا بدون مجاملات ما ضبط موجود. لو جاء الاختبار حقيقي حسن. طبعا لما اقول لك ما ضبط مو قصدي ان حصان شنع الطبع موجود فيه، ايش قصدي ما ضبط؟ قصدي حصان في طبع تشنيع، حصان طبيعي انه يشنع اذا خاف او يحاول ينطلق مع الجميع تخاف صح فالخطا يشنع بعد. افرض راكب حصان ما انطلق شنع معي عادي، لكن افرض اني راكب حصان في طبع تشنيع، انا اكلمك عن حصان في طبع تشنيع عزل يجيب عند الخيل يشنع استمر معك يشنع عند الخيل ما ضبط الطبع وزنت ما ضبط. لكن لما اقول لك ما عاد يشنع عند الخيل ليه ما شنع؟ اللي ما قلت لا تشنع، جميع الطرق تقول لا تشنع، انقالت لا سلبية كسر راسهم وانقالت لا بشكل إيجابي يشنع بس يشنع الشيء الموجود. لكن لما أقول له تفضل رح ما أمرته بس قلت تفضل روح رح يحس إني لو طح طح هو لو فتوتني فتوتنا هو قال أبغى أروح. لكن هنا خدعة إنه هو يقول أنا ما أبغى أشنع أصلا، أنا ما أبغى أشنع إيش تبغى؟ أنا أبغى أشنع. لما تقول لا تشنع ما أبغى أشنع غصب عنك، لأن الحصان أهم عنده كيف تاخذ بيتي من المبلغ اللي بتدفعه، ما يهمني كم تدفع بقدر ما يهمني كيف اخذته كيف شريته. تاخذه مني في الويدي تعطيني ضعف سعره ما هو هذيك، تاخذه مني بسعره بس تديني ضايع باختياري يعني. طيب ابو الوتير، منطقيا ضبط الطبع مقارنه بالخطا، واقعيا ما ضبط الطبع ما زال موزون بس الطبع ما راح كان طبع طبع. طيب ابو الوتير وش رايك في اللي يعني يقيس نفسية الحصان على وقت حسابته، هل طاح أو حصان مخرب في الطيحات ما الطيحات؟ يعني حصان شنع مثلا طاح وطاح منه الخيال أو شيء زي كذا، فيربط هذا في نفسية الحصان، هذا يعدم نفسية الحصان بدل لا يزينه. طبعا منطقيا اللي يشوف الشيء هذا اللي حصل بالعكس، لما يقوم الحصان يقوم الحصان حصان ثاني، حصان ما اي اي ما في موضوع الطيحه. اي الطيحه صار نوعين، طيحة واحد حمار يركب لك حصان تعمل القوة يقوم الحصان يطيح من القوة، حالات نادرة جدا وإن حصلت فهي طيحة خطأ من غشامة الشخص، والدليل إنك لما تجيب خيال ما تيح معك. في طيحة الحصان موزون
حاول يطيح لانه حاول يطيح خلف اذنه. هذه لا شك انها زينه مو زونه، صار نفسيا حتى يرتاح، ما يجي شيء جسميا ونفسيا بدا تكنيك. لكن ليش طاح؟ طاح لانه صار سوى شيء مو بقدر، تصرف تصرف احمق، وانت صرت احمق كان هو طاح. طيب انا اسال سؤال، النقطة اللي قلتها ما تغيرت، قلت لك ما ينطلق ما انطلق، قلت لك يلعب او يطيحني او يطيح علي، حصل. الان ليه قال ما يطيحني او بس ما يلعب طاح علي؟ سهل جدا. الحمار اللي بقاده قبل، الغشيم اللي كان يدربه قبل وماسه قبل بقوه، كان يستعمل معه قوه. فالحصان لما جيت ركبته استعمل معه قوه. فتفاجأ انك واكبته، قام يوم طيح طاح. الطيحه مو منك انت، من الغشيم اللي قبلك. لكن الحصان اللي طاح عليك هذا اللي هو من الغشيم اللي قبلك، انت تصرف صحيح، حصان تصرف صحيح، ما عليك خطا، ما عليك خطا، تستفيد ويستفيد، مرتاحين نفسي ومبسوط انت ومبسوط هو. الحصان هذا لو انه كان موجود خطا كان طاح. يقصد كان موجود صح قبل كان طاح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لو كان راكبه واحد ثاني غشيم مستشفى هو ومستشفى الحصان، بدون ما يطيح. بيطيحك الحصان ونفسيا يتضايق ويستمر يخرب وينطلق ويعور نفسه يروح المخ. بينما حصانك لو فرضا طاح جنبك تلقاه يقوم، هذه شيء لا جسميا ولا نفسيا، وزنت حصان وزن حقيقي ضبط، لكن طيحته مو منك، من الغشيم اللي كان يقعد حصان قبل. وهل هذه عدلت النفسيه ولا خلتها تسوء؟ ما يمكن الحصان يقول لك طح ثم محاوله تطيحك تخليه يطيح وتخرب نفسيته، زي نفسيته، لانه خطا منه هو. الحصان ما يلوم نفسه، ما يلومك انت على شيء هو سواه، يلومك على انت شيء سويته. لو انا قاعد قلت طح الومك انت، لكن لما اقول طح محاوله تطيح خليه يطيح ما نوم عادي، ما عندي مشكله. موضوع المواكبه لما الحصان يصير مثلا جفس يصير جفس، وقح انت وقح، ما يلومك عادي، معامل بالمثل. لكن لما اصير وقح ومحترم يزعل. فمنطقيا لا نقاش فيه نزيل نفسي، طبعا هذا واقع مو منطق. شوف نفسي، شوف عين الحصان قدامك. جزاك الله خير. صرف النظر عن اصل النفسيه او عدمها، خطا صح مو زين زين سوى اول شيء، ما ناقش اول شيء سوى الشيء ثم ناقش ثم اتكلم زين ولا شيء.